لا مش احنا مش مصرين كنا في المعارضة لا اطلاقا، وانما ملتو ما ريناش خط واضح للسيد حبيب الجمل، ما نعرفوه الراجل سفينة نوح استقبل الناس كل الواش يستقبل الناس اللي بها الفايدة ما استقبلهاش، ما حطيش على طاولة مع بعضها، ما فماش توجه واضح. احنا كنا نستناه باش يستدعي حركة النهضة وحزب التيار والائتلاف الكرامة وحركة الشعب وينطلق منهم، نشوف شنو ممكن نجمو نعملوه باش يوري اللي هو انسان متبني خط ثوره كذا كذا كذا. طبعا مره وش راهو في خلاف هذا تمام.